بس هو يجي. دي تلاقيها خالتي نبيه. طيب يا الباب احنا واقفين وراه. وحشتيني يا بنت، وحشتيني يا بنت، وحشتيني 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 يا بنت زنوبة. خالتي نبيها يا اختي، انتوا متفقين ولا ايه؟ قصدك مين؟ جو الولا بقى هيخيب ولسه راجع دلوقتي، واول ما دخل وما لقاش مراته زي ما تكون حبايه وقرصته، فط زي ما يكون فرق علوت، ما لحقتش اسلم عليه. وهو فين دلوقتي؟ عندها جوه. اصل البنت مش يا حبه عيني، اتخانقت في الشغل وجرشت في البيت. يا اخويا ما خلاص، هو انت بترغي معايا كده ليه؟ خليني اروح امرمط بكرامته الارض، وانا كنت بجوزه عشان يتنيل على عينه ويبيع امه؟ ده دول مراته المعافي. اوعى يا ولد، اوعى. يا نهار ابوه مش فايت. طب والمرسي ماني معديها له، وهروح اضربها على جابوه. صوتك يا بحا هتودينا في داهيه، انا مش عايزه ابويا يسمع، احنا ما قلنالوش حاجه. الحكايه دي ما يتسكتش عليها. انا عايزاك دلوقتي تشوف لي شغلانه تانيه. ما تشوف الراجل بتاع المنشيه، يمكن تلاقي عنده حاجه. المنشيه تعيش انت. طب شوف صاحبك بتاع الابراهيميه. انا ابويا محتاج علاج هنا، وما ينفعش افضل قاعده كده. الأشعة والتحاليل طلعت؟ يا ريتها ما طلعت. اوعى تقولوا خسارة فيك عمري اللي ضيعته في تربيتك يا واطي، بقى ما تسلمش على أمك وتجري على مراتك. أمي بزعبيبها. وحشتيني ياما. معلش ياما، عريس برضك. أيوة يا أختي عريس الغفلة. معلش يا خالتي اديله عذره برضه. طمنوني بس، عم شوقي طلع عنده إيه؟ يعني كلام الدكتور طلع صح. والبنت الغلبانة مش عارفة تعمل ايه. واحنا هنسكت يا بحر؟ واحنا في ايدينا ايه نعمله يا عم فايق؟ ما انت عارف كبير وخطاه اخويا، انا الجوازة قطمت وسطي. وحتى لو مش كده، مش احنا دي ونفسها عزيزة، لا يمكن هتقبل قرش من حد. واحنا هنديها صدقة، ما اي حد ممكن يجي له وقت ويتزنق ويبقى محتاج حد يفك زنقته. وفر كلامك، مش هي مش عمرها ما هتتغير. الله، يعني هنشوفها بتتوحل كده ونسيبها؟ في ايدينا ايه نعمله؟ يا باي عليك وعلى برودك، انت ايه يا اخي ما عندكش مروه؟ الله، تحتلم عليا ولا ايه يا جدع؟ ما قلت لك مفيش حاجه في ايدينا نعملها، انت ما بتفهمش؟ اقولها لك 100 مره. يا ابني خلي عندك شويه من الاحمر، مش معقوله هنسيبها كده، احنا ولاد بلد ونعرف الاصول. ماشي يا ولاد بلد ونعرف الاصول، هي قالت لي اشوف لها شغلانه. شغلانه تانية؟ هتشتغل الصبح وبالليل؟ شغلانتين يعني؟ لا، ما هي سابت شغلها. سابت شغلها ليه؟ الراجل الخسيس تهجم عليها بالليل في المحل. لولا ساتر ربنا كان ضياح. يا نهار ابو اسود، اهو ده بقى اللي ما يتسكتش عليه يا بحر. هتعمل ايه؟ جوه يا باشا. يلا يا يلا حضرة الظابط عايزك هنا. ممكن سعادتك تعمل ريسبشن، وهتكون في اضاءه في كل المكان عشان تكشف عن جماليات القريه، وممكن نحط اللوجو في القلب هنا وباضاءه معينه، ده غير المسرح المكشوف اللي هنبنيه في المكان ده للفرق والمطربين. كويس قوي. الاستاف جاهز؟ مستنيين تاشيره سعادتك بالموافقه. لان لازم اشوفهم بنفسي. حضر لي سي في لكل واحد،
بكره الصبح اشوفه. اللي تأمر بيه سعادتك. قوم بقى وريني المطاعم. اتفضل سعادتك. ايوه يا صفوت. بتقول ايه؟ امتى ده؟ ازاي حصل؟ طب اقفل دلوقتي. المطاعم جاهزه سعادتك. بعدين بكره الصبح اشوفه مع الاستاف. يا باشا قال يتهجموا عليا وانا لا بيا ولا عليا، وزي ما سعادتك شايف بص عملوا فيا ايه، وكل ده عشان خاطر البت الحراميه. قربتهم بقى ولا ماشيه معاهم ولا عاوزه بالله طرطه؟ ما تلم لسانك يا راجل انت، ما تمسكوا في بعض احسن. انا مش عايز اسمع نفس اي بني ادم الا لما اساله. امرك يا باشا، بس انا عايز حقي. قلت اخرس. وانت ايه عامل لي فتوه؟ ده انت حتى شكلك مش وش الكلام ده. ايه اللي خلاك تغرس في حوار منايل زي ده؟ يا باشا الراجل ده معفن، كان حق بنت غلبانه. وكمان يا باشا بقى احنا رحنا يا باشا عشان نجيب لها بقيه فلوسها. انت كنت عايز تقول ايه؟ زي ما قال فايق كده بالظبط يا باشا، كنا بنجيب حقها. ده عالم مفتريه. قلت اخرس اخرس. عسكري فين البنت اللي بعتنا لها؟ بحا وفايق مالهمش ذنب يا باشا، انا اللي عورته. انت بقى مشمش؟ ايوه، والناس دي مالهاش دعوه باي حاجه، انا اللي ضربته بالمقص. اهي اهي اعترفت بنفسها الحمد لله. وبعت له الاخين عشان يربوه مش كده؟ انا قلت ان مالهمش دعوه. وضربتيه ليه بقى؟ عشان ديله نجس. بس يا مشمش الحكايه مش كده خالص يا باشا. اسكت انت كملي، انا عايز اعرف بقى ايه اللي حصل بالظبط. انا هنقول لك يا باشا. تعرف حد من دول؟ هو ده يا باشا، هو ده اللي عمل العملية، ودول اللي رموني في الشارع بعد ما رفضت الفلوس اللي عرضوها عليا. وفي ناس تانية يا باشا كانوا عايزين يموتوني ويهرسوني تحت العربية. هم دول يا باشا، هم دول يا حكومة. ليه كده يا مشمش؟ ليه بقى احنا حطينا جزمة في بقنا واستحملنا البهدلة عشان الحكاية ما تبقاش كده، وانت تيجي تقولي على كل حاجة؟ امال كنت عايز نسيبك تضيع نفسك ونسيب بحا بعيد عن عروسته اللي هتموت نفسها عليه؟ ما كانش لازم تتكلمي خالص. انتوا اللي اضطرتوني لكده، ايه اللي خلاكوا تروحوا له؟ بقى لي سكت عشان ما ننفضحش ونبقى البنا على كل لسان. تيجوا انتوا تعملوا كل ده وتوصلوها كمان للإقسام؟ ما احناش نسوان عشان نسكت يا مشمش، وكان لازم اتربى. اديني انا اللي اتربيت وبقيت متسجله عند الحكومه ورجلي جت لحد هنا في قضيه زي دي. شفتوا بقى انتوا ربيتوا مين؟ يعني احنا طلعنا غلطانين في الاخر؟ شفت يا عم فايق اخر تصرفاتك ايه؟ وايه اللي يرضيك يا مشمش؟ بص بقى يا معلم، انت قلت اصلك معايا وانا رديتها لك في دراعك، كده نبقوا خالصين. كل واحد بقى يروح في حاله ونقفله على ولادي ودار ما دخلك شر. ايه اللي بتقوليه ده يا مشمش؟ طب وحق المحل اللي اتكسر وقرايبك اللي اتعدى عليا في منطقتي، كل ده ملوش تمن؟ لو ليك اي فلوس هتاخدها. انت مالكش اي حاجه يا معلم، وحقك وصلك من زمان، واللي حصل لك ما يجيش نقطه من اللي تستاهله بعد اللي عملته معايا. لو ما لمتهاش بقى انا هنعمل محضر ونيابه ونقول على كل اللي انت حاولت تعمله معايا. قلت ايه؟ لما في حد فيهم عايز ينطى ولا يقول حاجه؟ بقى اشرف الحلواني في حد معصلك معاه؟ مات كلب، كان لسانهم مقطوع، مع ان فيهم ناس المفروض انهم دكاتره وناس محترمين. المستشفيات دي كترت قوي من دول، كويس ان انت مسكت واحده فيهم.